أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقاتنا على قناة المشاهد. هذه الحلقة نخصصها كما العادة لمناقشة مجموعة من المواضيع الراهنة ولكن بعمق ثقافي. خبر غير عاد واستثنائي، سرقة الساعات الملكية المذهبة أو الذهبية وإعادة بيعها في أسواق الذهب بالمدن المغربية من طرف شبكة تضم 25 متهما تتزعمهم سيدة تشتغل بالقصر الملكي وضابط استعلامات كبير. هذا الخبر انتشر بشكل كبير جدا على مواقع التواصل الاجتماعي وكذلك على المواقع، ومحكمة الاستئناف بالرباط تنظر في هذا الملف. هذا الخبر من طبيعة الحال ينطوي على شيء مهم، وهو عدم الخوف من العقاب ومن القوانين. هذا الأمر من طبيعة الحال كذلك يتعلق بموضوع سابق ناقشته الصحافة الوطنية، وهو سرقة القصور الملكية. فماذا يمكن القول عن سرقة المال العام بأوجه وأشكال مختلفة رغم نضالات الكثيرين؟ جمعية ترانسبارونستي وجمعية حماية المال، يعني العديد من الجمعيات والجمعيات الحقوقية التي تناضل في هذا الصدد. من هذه الأوجه من طبيعة الحال محاكمة قائد مقاطعة الحي الحسني الذي وجد ببيته 1.6 مليار، موظف عادي أنك تلقى بحوزته 1.6 مليار. من طبيعة الحال تمت محاكمته، المحاكمة استمرت لمدة سنتين، وهذا الأمر ينطبق عليه قول الفيلسوف سالون أن القوانين تشبه شبكات العنكبوت، أنها توقف الضعفاء والمهمشين ويتم التراجع عنها لصالح الأقوياء، رغم أن هذا السيد هذا القوف بيته 1.6 مليار والعديد من العقارات مكتوبة بأسماء لعائلته، تم الحكم عليه يعني على قائد المقاطعة ب6 سنوات مع حيازة هذه الأموال. من طبيعة الحال هذا الأمر يقودنا إلى قضية شائكة ومعقدة، قضية أو قصة ليلى مع المحامي المنتمي إلى حزب سياسي بمرجعية دينية. بعد العيش معها وهي قاصر لمدة 4 سنوات، تم يعني أن هذا المحامي قام بكراء شقة لها، ومن طبيعة الحال ككل العلاقات أن هذه الشابة حملت منه وأقامت العقيقة بحضور شهود والصور وما إلى ذلك. ولكن المفاجأة الغريبة أنه يتم الزج بها بتهمة الخيانة، يعني أمر كيبان بأن هناك شي حلقة مفقودة في هذه القضية، على أن هذه السيدة طالبت فقط بأن يكتب عليها بشكل رسمي ويتبنى الطفلة الصغيرة. هنا أستحضر قول يعني يخطر في بالي قول أفلاطون: أسوأ أشكال الظلم هي العدالة الوهمية، أسوأ أشكال الظلم هي العدالة الوهمية.
من طبيعة الحال يؤيده يعني هذا القول الشاعر الكبير بابلو نيرودا، أن القانون للص الكبير، أن القانون للص الكبير والسجن لمن يسرق رغيفا. ليلى الفقيرة والمعدمة والتي تنتمي إلى قاع المجتمع حظها سيء، يعني هذا المحامي ما كان عليه إلا أن يعترف بنسبه لطفلته، ويمكن أن تطوى القضية برمتها دون هذه الأفلام الهيتشكوكية، ليلة القبض على ليلى وإيداعها السجن. من طبيعة الحال نسوق هذه الحكاية في هذه الحلقة لنلخصها في رواية تلخص مشاهد الفساد والظلم والسرقة والتعالي عن القانون وعدم احترامه، وهي رواية العاهرة التي تم طباعتها سنة 1984 للكاتب الإسباني المشهور إدواردو لوبيز باغو. إدواردو لوبيز باغو وهو من مواليد 1931 وتوفي سنة 1985، يعني سنة بعد كتابته لهذه الرواية. يتحدث في رواية العاهرة عن بطلته ماريا التي تمجد العمل وتكافح ضد الظلم والجهل والخرافات، تجد نفسها أمام تهم ملفقة وكاذبة ويتم الزج بها كما ليلى الفقيرة في السجن لتصبح عاهرة بعد ذلك. الرواية تسعى للتعبير عن أشكال من الظلم الاجتماعي المتنوع والمختلف عبر بوابة الأدب. من طبيعة الحال هذه مهمة المثقف والكاتب، ومن خلال الرواية الاجتماعية يطرح الكاتب فكرة كيف تتغاضى الحكومات عن انتشار الدعارات والفساد والسكوت عنها، ومن هو المستفيد الأكبر من هذه الدعارات وفضاعاتها. ويعني تركز غالبية أعمال الكاتب على الاستغلال الجنسي للمرأة وتدهور وضعيتها والاستغلال الاجتماعي للمواطن. لذا يبقى دور الحكومة التي ننتخبها، يبقى دور الحكومة مسؤولية سياسية وأخلاقية، هي إصلاح هذا الظلم وهذه البشاعات وهذه الفضائع وإصلاح هذه الأعطاب من أجل حياة تستحق أن تكون أفضل، حتى لا نعود دائما إلى الاستشهاد بمقولة الشاعر الكبير بابلو نيرودا: القانون للص الكبير والسجن لمن يسرق رغيفا. إلى هنا نكون قد أنهينا على هذه الحلقة، استودعكم الله، كان معكم عبد الله الساورة، وإلى لقاء متجدد. لا تنسوا دعمنا في هذه القناة، كل التقدير والمحبة. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.